الآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وأهلا وسهلا، وسعيد أن نلتقي بكم النهاردة. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادات العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم وللشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض. الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلغها لنا متحملا في سبيل ذلك الكثير من الأذى، الذي لم يمنعه صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة التي كلفه بها الله عز وجل. إن في المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول الكريم ما يعطي لنا الكثير من الدروس الواجب تعلمها واستيعابها، وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع. إن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها لو المنهج الذي ينتصر في النهاية، إذ أن الله عز وجل يكافئ المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام وتعمير الحياة ويعملون على تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه. وأقول لكم بكل الصدق إننا إذ نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإننا نبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على جميع المستويات. فالأمانة التي يتحملها كل منا في نطاق مسؤوليته تحتم عليه ألا يدخر جهدا في الإحاطة بأسباب التقدم والعلو وتجنب أسباب الفشل والانهيار. وبينما لا يشغلنا شيء عن تحقيق تطلعات شعب مصر العظيم في الأمان والسلام والتنمية والازدهار، لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله سبحانه وتعالى بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. والحق أقول لكم إنني أثق تمام الثقة في نصر الله القريب لمصر وشعبها، وفي تحقيق آمالنا جميعا في بناء وطن حديث متقدم ينعم فيه شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة. إن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها لن تثني هذا الشعب ذا الإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل. سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء
واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك. أبناء الشعب المصري العظيم، لعل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكون لنا جميعا أسوة حسنة تلهمنا القوة والإرادة والصبر والتحمل والجراءة والشجاعة وسلامة المقصد والغاية. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في رفعة وتقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الكلمة المكتوبة. بتبقى فرصة طيبة جدا ان احنا نلتقي ونتكلم على همومنا وعلى املنا وعلى تطلعاتنا وعلى التحديات اللي بتقابلنا، وان احنا بنسعى كلنا الى مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. انا هاخد من كلام فضيلة الامام، واللي هو كان بيتكلم فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوثيقة، وثيقة الإنسانية اللي تحدث فيها، وكان من ضمنها شهادة الألوهية وشهادة النبوة ثم شهادة الأخوة. شوفوا، وأنا بقول الكلام ده لينا كلنا مش لحد، يعني لكل اللي بيسمعنا. الكلام سهل، الكلام سهل. الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي جه في القرآن والسنة كمان، ده كلام استراتيجيات، عناوين تتحول لسياسات وتتحول لعادات وتقاليد. لما تقول إخوة، طب قول لي إيه هي السياسات بتاعتك يا إنسان في مصر عشان تعمل أخوة بين الناس وبعضها، كل الناس باختلاف ألوانهم وعقائدهم وحتى وثقافتهم، حتى في أفكارهم، حتى في عاداتهم، هتعمل ده إزاي؟ هنعمل إخوة إزاي؟ إحنا هو عنوان النبي محمد قاله صلى الله عليه وسلم، كلمة قالها، لكن إحنا ما عملناش، أو حتى اللي عملوا قبل كده عملوا في عصرهم، وده الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه دايماً مع بعض، إن لما بنقول بنطور فكرنا، بنطور فهمنا أو فهمنا لديننا، مش هنغير زي ما كلنا عارفين ومتأكدين من كده الثوابت أبدا، لكن أكيد في كلام كتير بيتغير. يا ترى يعني الدين بيقول إيه في الكذب اللي احنا بنشوفه؟ لما وأنا كلمت في النقطة دي قبل كده، قلت يا ترى في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا من غير ما نحس بننقل عن بعضنا دون إدراك إن احنا هناخد، إذا كنا يعني عارفين إن في يوم من الأيام هنقابل ربنا وهنتحاسب على كل إجراء عملناه، إحنا كل يوم بنكذب. أنا بتكلم على مواقع التواصل وعلى حاجة، أنا مش بتكلم على الإرهاب خالص. الإرهاب أنتوا شفتوا فيلم، أنا عايز أقول لكم ما غطاش الحقيقة، حقيقة الإرهاب والتدمير والخراب اللي في دول كتير جدا وضحايا كتير جدا، واكثرها دول المسلمين بالمناسبه. والخراب ده مش هينتهي ابدا الا اذا كنا احنا نبقى عندنا القناعه الاول. احنا مين؟ احنا كلنا. احنا اذا كنا بنتكلم على اهل دين، اذا كنا بنتكلم على اهل سياسه، اذا كنا بنتكلم على اهل اعلام، اي حد، اي اسر في البيت، كل انسان عنده اولاد وعنده أسرة صغيرة كانت ولا كبيرة، إزاي هيغرس فيهم، هيغرس فيهم المناعة ضد الفكر ده؟ احنا أنا بقول لكم الكلام ده لأن أنا طبعا من خلال الأجهزة لغاية دلوقتي في ناس عن طريق شبكات التواصل بيتم، يعني حتى ما فيش لقاءات مع حد، من خلال شبكات التواصل بيتم تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم. عمر الأمم ما هتطلع لقدام أبدا بالطريقة ديت. فإحنا ما كناش إحنا كمصريين
كبشر، معنيين بان احنا نعلم ابنائنا عشان يبقوا اسوياء. وخليني هخرج من دي واتكلم في نقطه صغيره خالص. تصوروا لما تلاقوا مش بعيد عن الموضوع ده، لما تلاقوا مثلا بيت انفصل الزوج والزوجه بتاعته، وتجد الام في لداده وخصومه، او الاب يعني مع الزوجه السابقه ديت او الزوج السابق ده، والكلام ده يتم بناؤه وغرسه من غير قصد، اكيد من غير قصد، في نفوس الابناء، يا ترى الابناء دي هتطلع اسوياء؟ ابدا. ده قمه العطاء للاسره في الحاله اللي هي حاله الانفصال لعدم التفاهم دي، ان هم يخلي بالهم ان هم عايزين يطلعوا ابنهم او بنتهم على درجه عاليه من الاستواء لاجل حياته هو وحياتها هي لما يكبروا. الكلام ده بنقوله كده نقطه صغيره كلنا عايشينها، او في اسر لينا كتير بتشوفها. طب تصوروا ان الكلام ده بقى في فهمنا لديننا عامل ازاي؟ وعشان كده اوعى تفتكروا لما قلت يوم 24/7/2013 الكلمه اللي هي بتاعت الارهاب وعايز تفويض. انا عايز اقول لكم في الوقت ده كله كتير من اللي كانوا موجودين معانا في الفتره ديت يعني كانوا مستعجلين الدعوه. وتفويض ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ ارهاب ايه اللي انت حتى بتكلمنا عليه انك احنا هنقابله في مصر، وانك انت عايز مننا تفويض عشان تتعامل معاه بعد كده؟ اصل هو المنهج عندهم كده، المنهج عندهم يا يحكموا يا يقتلوا، فاحنا رايحين للحرب. فما كنتش اقدر اروح بالحرب دي، لان انتوا لما عملتوا 30/6 ما كنتوش تعرفوا يمكن ان النتائج هتكون كده، ان هم هيفضلوا ورا منكم ويفضلوا يقتلوكم بالكلمه، ممكن بالكذبه، ممكن بالافتراء، ممكن غير طبعا السلاح والتخريب والتدمير اللي بيه. هم النفوس مريضة، النفوس مريضة، والقلوب حتى قلوبهم مريضة. لا يمكن تكون قلوب سوية وسليمة تؤمن بالله تعمل في الناس كده، مش ممكن. وعشان كده أنا بقول لكم كلكم، مش للأزهر والله ولا للأواف، أنا بقول لكل اللي بيسمعني. طب أنا عندي إرادة لا تلين في مجابجتهم؟ طبعا من حديد، من حديد والله، يعني طبعا من حديد. لأن بالمناسبة وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، أنا بواجه في إطار مواجهة لأجل خاطر الدين، لأجل خاطر الدين، الدين كل الدين. لأن اللي بيحصل ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على فكرة الأديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الناس اتشككت إيه القيم وإيه الأديان اللي تطلع تقتل وتدمر في الناس بالطريقة ديت، مش ممكن. فالمهم أنا مش عايز أطول عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، وبقول لكم شوفوا اللي بيحصل كل يوم، وأنتم تعرفوا إن أنتم في قتال وفي نضال مستمر. وشوفوا الـ كل يوم، كل يوم في حكاية، كل يوم في حكاية. أنا والله ما أعرف هيقابلوا ربنا بالكذب ده كله إزاي، والله ما أعرف هيقابلوا ربنا ده كذب كتير قوي. ربنا يكفينا شر أنفسنا وشرهم. فكل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين، وأرجو إن إحنا الندوة اللي إحنا اتكلمنا فيها مع فضيلة الإمام والدكتور مختار، في إن إحنا يعني تبقى لكل أطياف المجتمع، سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي وحتى أمني، نتكلم ونشوف. عشان مش بس هيبقى عبارة عن ندوة دينية، وأنا قلت زي ما قلت كده هتقعد يوم اتنين تلاتة هنحضر فيها، وهنتكلم ونسمع ونتعلم
والناس كمان كلنا تسمعنا عشان نعرف ان الشأن العام امر مختلف كتير قوي عن يعني عن المفهوم الفردي وحتى المفهوم الجمعي والمسؤولية علينا كمجتمع لحماية مش حماية نظام، لا حماية دولة، حماية الدولة المصرية بعناصرها مش حماية نظام. ولو انتوا تصورتوا ان 30/6 و3/7، ما انا بفكركم ان انا كنت جاي يعني طمعان في حاجه تبقوا يعني ظلمتوا الفكره وظلمتوا القيم والمبادئ اللي احنا وقفنا من اجلها. لو انتوا تصورتوا ان الموضوع كله عشان ابقى انا موجود هنا، ده انا بقى اوحش منهم، هبقى اوحش منهم. لا والله انا ما اعرفش الكلام ده لو هقوله فخامة الرئيس عدلي منصور هيزعل مني ولا لا، لكن انا هقوله معلش. انتوا قبل الانتخابات وقبل الترشح كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يقدم. انا اتحايلت على فخامة الرئيس في الفترة ديت شهور ان احنا يترشح هو واكون انا في مكاني زي ما انا. انا بقول الكلام ده وانا عارف ان ممكن يكون فخامة الرئيس يزعل مني، بس انا بقوله عشان تعرفوا ان الكل زاهد فيها لانه تحدي كبير جدا، سواء كان دنيا او دين عند ربنا يوم القيامه هنقول له ايه في اللي احنا. بقول تاني شهور وانا اقول له من فضلك سنه عدت تترشح تاني وانا افضل مكاني وهعمل كل اللي ممكن يتعمل لاجل خاطرها، خاطر مصر ولاجل خاطرك. بس هو ما قال لي لا يمكن، هي كده تمام وكفايه كده. ف صحيح ما انا بس بقول الكلمه ديت عشان تعرفوا ان هي الحكايه مش حكايه رئيس ونظام، ده كلام على الاقل بالنسبه لي مش موجود ان شاء الله، على الاقل بالنسبه لي مش موجود ان شاء الله. لكن هي قضية بناء أمة مصر وقضية الدفاع عنها وحمايتها والجري على أقصى ما يمكن عشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه ووفقنا فيه. دي من ناحية. الناحية التانية مواجهة الشر وأهله، لأن أنا مش هنسى الشر وأهله، ما بنساهمش. ده دلوقتي ولا من سنين طويلة فاتت؟ لا من سنين طويلة فاتت. والمناسبة يعني من سنين طويلة فاتت والناس اللي تعرفني تعرف ان انا عمري ما كدبت حتى وانا موجود في المكان اللي هو بيقولوا عليه اهل السياسة واهل الـ يعني انه بيحتاج لوع و وحاجات من دي. مفيش كلام من ده لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاد وما كانش كان كده، ونجح وهو كده عشان الصلة، وربنا جعلنا من أهل الصلة. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.